مساء الخير. مساء النور. أبيك بموضوع وايد مهم. تعال بس لا تسكر الباب، خلنا نبطل. كانت بخيالي وايد أسوأ من كذي. شنو؟ فيصل، إذا أنت للحين عند طلبك، أنا جاية أقول لك إني موافقة، حتى عقب اللي عرفته منك. صدق؟ لما تقعد معاه وتكلمه، أكيد راح يشوف فيك نفس الشيء اللي أنا شفته. تبين أترجع أقول عطني بنتك؟ فيصل، لا تعقد الأمور. أنت راح تروح وتخطبني منه، وبعدين هذا التصرف الطبيعي اللي لازم تسويه. توش تقولي هو رافض الفكرة، شو اللي بيغير رأيه؟ أسلوبك، كلامك، اقعد معاه واقنعه مثل ما أقنعتني. داليا، أنا لما قلت لك الموضوع ما اقتنعتي، خليتيني ومشيتي، هذا وأنت تحبيني. أبوش ما يعرفني أصلاً، شلون بيقتنع؟ بعد أنا نسيت إن النوبة هي اللي أقنعتني. يا ربي شو أسوي؟ أنا العادة أقدر عليه، بس هالمرة كان أوفر معصب ما أدري ليش، وبعدين ما عرفت أتصرف، تخصبكت وما لقيت نفسي إلا واقفة تحت العمارة. التخصبك بهالأمور ما ينفع، لازم تهدين وتفكرين صح. أنت شنو كان عندك ضيوف؟ لا بس شنو فيصل؟ فيصل من أولها؟ من أولها كذب وخيانة وحاجي فاضي؟ هذا وأنا اللي كنت بوقف قدام أمي وأبوي والدنيا كلها عشانك، هم تكذب علي؟ بس إيش شلون؟ الشرها مو عليك، الشرها على لحظة طيبة، لحظة خليني أفهم إيش السالفة. شو تفهمني؟ ناوي تكذب علي بعد؟ لا بقول لك الصج. تحكى. أختي كانت عندي هني وعندها مشكلة. أنتِ مع عيالها بتقعد أسبوع أسبوعين وتروح شقتها الجديدة. صج؟ مو أختك هذه اللي ما تواطنك؟ فجأة حبتك وياي تشرب معك شاي؟ عاد هذا اللي صار. بعدين ما أحب أحد يكلمني بهالطريقة. وأنا ما أحب أكذب. يعني صايدتني. لحظة الحين أثبت لك دقيقة بس. لحظة دقيقة. ألو؟ هلا أميرة، شلونك؟ هلا هلا فيصل، ايش فيك؟ صاير شيء؟ لا ماكو شيء، بس توش كنت هني صح؟ ايه. انا نسيت متى بتجون انت والعيال؟ او ما بدك تنسى، قلت لك ان شاء الله اول الاسبوع. فيصل اذا بنضايقك قول، ترى عادي. لا 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 عفا عليك، بس كنت بتاكد عشان ارتب لكم الشقه. مشكور، ما تقصر. يلا مع السلامه. ها تاكدتي؟ آسفة. شوفي داليا، إذا تبين نتزوج مو كل شوي تقولين أنا وقفت بوي أهلي عشانك، أنا وقفت بوي أبوي عشانك، اللي معاير أنا ما أحبه. إن شاء الله. هاي أمير، كان عايز إيه فيصل؟ يبي تأكد متى ننقل عنده. أنت لما رحتي له قال لك حاجة ضايقتك؟ بالعكس، رحب وهلا فيني وقال لي العينه وسعلك من المكان. امال مالك؟ في ايه؟ من ساعه ما جيت وانت شكلك مش طبيعي ابدا. طبيعيه هاله ما اكون طبيعيه. لو واحده ثانيه كان الحين تلاقينها بمستشفى الميانين ولا بالمغيسل. اعوذ بالله يا شيخ، بعد الشر عنك. اكثر من الشر اللي انا فيه. بنفس اليوم اللي دريت فيه ان ريلي حرامي طلقني واكتشف انه متزوج علي وعنده بنت، وفوق هذا كله بنتي تكرهني. معقوله؟ معقوله يارا تكرهك؟ تقول انا السبب اللي صار، انا اللي خليت ابوها يسوي كذي وخليتهم كذي، لا فلوس ولا سمعه ولا حتى بيتي ضفنا. تلقين كلامها صدق. ايه الكلام الفارغ ده؟ ده ما حدش كان بيحب عبد الله ويعامله أحسن معاملة قدك. وبعدين هي زعلانة من إيه بالظبط؟ زعلانة علشان سرق ولا علشان طلقك؟ تصدقي دي أحسن حاجة عملها. على الأقل أنتوا قدام الناس مالكمش ذنب في اللي عمله. أنت تقولين كذي بس الناس لأ. الناس حسبالهم أنا متفقة معاه وأدري عن كل شيء، بس ساكتة عشان ما أنظر. حتى فيصل هو صدق ما قال، بس مبين. مالكيش دعوة بالناس،
المهم شكلك قدام نفسك. سيبك من كلام الفارغ ده بقى اللي لا بيودي ولا بيجيب. واسمعيني، أنا يا ستي لقيت لك وظيفة إنما إيه؟ تحفة. لا مو من صدقك بهالسرعة؟ شنو هي قولي؟ هتشتغلي مديرة. لا يلا عاد. يلا عاد مديرة مرة واحدة؟ ويا بختي هو هلا انتي نيتي الحين خبيتيني مديرة ومديرة ومديرة، آخر شيء تطلع مديرة حضانة؟ يعني نانية كشخة مربية أطفال. ومالها مربية الأطفال؟ ناقصة؟ فيها حاجة غلط لا سمح الله؟ لا ما قلت أنا هالحكي، بس الحين على آخر عمري تبيني أنا أقعد أرضع وأحفظ؟ أنا عيالي ما ربيتهم هالنوبة رب عيال الغرب. ومين قالك بس يا حبيبتي إنك هتعملي كده؟ هم جايبين موظفات متخصصات هيقوموا بالدور ده، انت بس هتشرفي عليهم. هم يا اميره يا حبيبتي عايزين واحده كويتيه كده هانم برستيج علشان تراعي ربنا في الولاد. لا ما اقدر ما اقدر، صعبه صعبه علي صعبه. ولا صعبه ولا حاجه، دي فرصه جايالك على طبق من ذهب، يعني الراتب اللي هتاخديه على اللي هتاخديه من الحكومه هيعيشك احسن عيشه. اي احسن عيشه بس خليها على الله. اه طبعا احسن عيشه. وبعدين بقى مش كل شوية تفتكري وتقارني حياتك اللي فاتت بدلوقتي. غصباً علي شو أسوي؟ أكذب عليك إذا قدرت أنا أتأقلم، بس يلا خلنا أقول أنا تأقلمت وقدرت. عيالي اللي تعودوا على حياة ثانية ومصرف معين شلون يقدرون؟ علميهم، أنتي أمهم ولازم تكوني قدوة ليهم، ولازم يفهموا إن حياتهم اللي فاتت خلاص واللي جاي أهم. ها قلتي إيه؟ أكلم الست وأقولها إنك رايحة بكرة هتشوفي المكان؟ على فكرة بقى في خمسة غيرك مستنين الوظيفة دي، وهي بالعافية بالعافية ما رضيتش تكلمهم علشان خاطري. إنزين يعني ماكو وظيفة ثانية؟ وظيفة تانية في؟ بس بالراتب ده ما اعتقدش. يا اميره انا عارفاكي كويس، مش هتقدري تستحملي البهدله، والوظيفه دي صدقيني متفصله عليكي، وبعدين ربنا مسهلها لك ما تصعبهاش انت بقى. زين خلاص نروح نروح، بس سمعيني عاد انا ما وافقت ولا قبلت للحين. ها نروح ونشوف. اوكي اتفقنا. متاكد من هالحكي؟ خوش قواك الله يبا، مشكور وما قصرت. لا 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 أنا بس يهمني أمره. قواك الله يبا براك ما قصرت، يعطيك العافية. ها إيش قال لك أحمد يبا؟ نعم يبا. لما أنا حاجيك طالعني، ما رفيجك أنا بالسكة لابسني وترد من طرف خشمك، هدي الزفت اللي بيدك وحاجني. آسف يبا مو قصدي، آمرني. قوم روح دارك. حاضر. ويا حسرتنا، دام انك مشيت الولد معناته في مصيبه، قول ايش صاير. انزين انوبه انا توني داش البيت شوي واكلمك. ها باي. مساء الخير. وين كنتي؟ كنت اتعشى مع رفيجتي جمانه. صاير شيء؟ عندك خبر اللي تبي تاخذينه طلع هتلي وصاير، وفي ملفها قضيه نصب واحتيال على بنت معشمها بالزواج ولاهف منها 10,000 دينار. ويا حسرتنا طلع سوابق. يبا انت متاكد؟ يمكن تشابه اسماء. يا هلا انا عشان يطوف عليها الشيء؟ ولا انت نعميتي خلاص؟ عقلك وينها فيه؟ انت داليا بنتي اللي عرفها عن 10 جاييل؟ ما تردين على ابوك؟ ايش فيش ساكتة كذي كن الصنم؟ أنا آسفة يبا، بس حتى لو كلامك صدق أنا هم لازم أسمع من فيصل، مو يمكن عنده سبب مقنع؟ لا أنتِ يعنيتي، عقلك طار مولية، لا حياة ولا مستحى ولا عقل. سمعيني، شيلي هالتعبان من راسك، ولا ترى والله
والله. لا يبا الله يخليك لا تكمل، الله يخليك. يعني هم بتمشين اللي براسك؟ يبا الله يخليك افهمني، انا ما ابي منك غير انك تقعد مع الريال وتسمعه. خزي اقعد معاه، انا ما جاب لها الاشكال ولا اعرفه. كلمه وقلتها شيلي من راسك احسن لك. سمعتي؟ سمعتي ولا لا؟ سمعت. اي والله عطيناها وهي قامت تمادى، لا حياة ولا مستحيل. شين قوة عين؟ يا بارك الله فيك من بنية. زين يسوي فيك ابوك، يزاج واقل من يزاج، انا لو مكانك كان عصفتك كذي بيدي لين يطلع ابليس من راسك. اصحي المينونة، اصحي المينونة، هذا نصاب حرامي محتال يقص على البنات باسم الحب وياخذ منهم اللي يقدر عليه. حسبي الله ونعم الوكيل كان عبسنا وكدر ابوك. قلت متأخر. نورا أنا آسف، أدري إني مقصر معاك من رديت البيت. ما مداني توني رادة، إيش قصدك؟ نور انت شو تحبين فيني؟ شو السؤال؟ احب فيك كل شيء، انت ريلي ابو بنتي. لا 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 تركي عنك، ان انا ريلك وبنتك وبيننا عشره، ابيك تقطين كل هذا ورا ظهرك. ابي اعرف شو تحبين فيني كانسان، كريال. احبك لانك هادي محترم، ما ترفع صوتك ولا تغلط علي، واكثر شيء احبه فيك وايد 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 نظرة عيونك. لما الطلال يتخسفك ما أعرف أقول حاجة وعدله. طبعاً كل هذا عرفتي بعد الزواج صح؟ إيه أكيد، قبل الزواج ما كنت أعرفك، شفتك مرتين. المرة الأولى كنت وايد مستحية منك ما قدرت أتكلم معك، والمرة الثانية كلهم كانوا قاعدين بس يخزون فينا ما عطونا فتشة نتكلم. اليوم أتذكر عدل، حتى لما سألتك عن شغلك خالتك ردت عنك صح؟ إيه ما شاء الله عليها خالتي نورية، أموت فيها بس الصدق ينقال ملقوفة. نورا انت مرتاحه معي؟ اي اكيد الحمد لله. يعني مو ندمانه تزوجتي واحد لا تعرفينه ولا تحبينه؟ شو الخرابيط؟ اصلا انا ما اؤمن بالحب قبل الزواج. الحين شنو؟ تلفونات ومسجات ما لها داعي، احسها قله ادب وقله عقل. شنو يعني؟ قيس لما حب ليلى كان ناقص عقل؟ ما سموه مجنون ليلى؟ بعد ماكو عقل. أم صح. تفضل. مشغولة؟ شوي يمه، ليش بغيت شي حبيبي؟ زين تعالي تعشي معانا كلنا مع بعض. لا جو حبيبي أنا مو يعانى، روحوا أنتوا تعشوا. ماما يارا هي اللي مسوية عشاء عشان تعتذر منك. يارا؟ إيه يارا بس تكفى لا تقولي لها. ماني قايلة، تعال الحين أبيك تفهمني بالضبط الصاير. بالضبط؟ إيه اللي صاير، يارا من مساء بالمطبخ قاعد تسوي لك بيض وفرنش توست وبانكيك عشان تعتذر منك. وي وي بعد قلب اللي ما يخش على أمه. إنزين يلا عيل يلا نروح نتعشى. يلا اوكي بس متكفى مو تقول لها. يبا ماني قايلت لها خلاص لا تحاتي. عاد تدري شلون الحين يوم قلت لي بانكيك الله حاطه بعد فوقه فراوله يطلع ناطح. شوف تعشى الله بعد روح راشه شوكليت فوق الفراوله. واي جوعتني. أنا بوقف هنا أراقب وأنت روحي بسرعة شوفي.
وين محطوطين؟ تلقينهم بالدرج اللي تحت. متأكدة؟ يلا بسرعة قبل ما يرجعون. شفتي؟ صدقتيني الحين؟ زين شو أسوي؟ شو تسوين بعد؟ أخذي 1000 ولا أقول لك أخذي 2000، صدقيني أمك ما راح تحس. شلون أعرف 1000 من 2000؟ أعدهم مثلا؟ هو أخذي ربطتين وبعدين عديهم على راحتك، طلعوا أكثر طلعوا أقل مو مهم، يلا. يلا بسرعة. والله سالفة. كلام أبو صح. أنا علي قضية نصب واحتيال. وانحكمت فيها 2 سجن. كنت أحبها وتحبني 3 سنين ولا 4. كانت تدري إني أبي أصير تاجر. أنصحت إني آخذ قرض من البنك 10,000 دينار. وهي بعد سوت نفس الشيء. ودشينا مشاريع صغيرة. يعني نشتري بضاعة من الصين، اليابان، أمريكا. كانت ماشية معانا. بس بعدين كل شيء صار ضدنا. كل ما يبنى شيء تاجر عود يجيبه بالجملة ويكسرنا بالسعر. واحنا شنو؟ كان عندنا محل صغير بالجمعية. يلا يلا نطلع فلوس الأجار. وإذا ربحنا ربح بسيط كنا مستانسين فيه. علشان كذي كل شيء راح بسرعة. يعني هي كانت شريكتك بالمحل؟ لا، كانت شريكتي بكل شيء، مو بس بالمحل. وكنت أتقاسم معاها الربح بيننا بالنص. ومن النص اللي معاي كنت أعطيها. عايل ليش رفعت عليك قضية؟ تهاوشنا. 3 سنين هي ناطرة تصير تاجر. 3 سنين تغير فيها وايد اشياء. تقدم لها احسن واغنى مني. رفيجاتها اثروا عليها. بعدين ما ادري شنو صار. فلينا. هي اللي هدتك؟ اتصلت فجأة. قالت ابي فلوسي. قلت لها اي فلوس؟ شو اقول القرض اللي اعطيتك اياه؟ قلت احنا كنا داشين شراكة. حصبت قامت تصارخ كانت تسكر تليفون ببي. ليش؟ هي ما اعطتك اياهم سلف ولا؟ لا لا لا، كنا شراكه مع بعض. كنا متفقين بالربح والخساره احنا نكون مع بعض. بس حيل ما لها حق تطالبك بالفلوس. بالمحكمه قالت انهم سلف. وعلشان هي كانت محوله الفلوس عن طريق البنك على حسابي فانا ما قدرت اثبت غير هالكلام. ما قدرت اثبت ان هي كانت داشه معي شراكه. شلون؟ والمحل وال كل شيء كان باسمي. وعلشان هي بنت كانت خايفه من اهلها. يسألونها منو هذا؟ شنو الموضوع؟ من وين لك المحل؟ من وين لك الفلوس؟ وهي ليش تسوي كذي؟ شفت لما الثاني بيتطلقون كل واحد شايل الكثر على الثاني؟ كل واحد يبي يأذي الثاني كثر ما يقدر؟ زين؟ هي كانت كذي. كانت حاقده، تبي تنتقم. محتاره على الفلوس اللي راحوا. وما ارتاحت الا لما سجنتني 2 سنين. عندك دليل على كلامك؟ أنا لو عندي دليل كان قدمته بالمحكمة. شلون تبيني أصدق هالقصة؟ من كلامك بس؟ ما ألومك إذا ما صدقتي. للقاضي، للمحامي، للناس. حتى أختي ما صدقتني. شلون تبيني أنت تصدقين؟ ها شفتي الجمل؟ شفتي حلوه ازاي؟ قولي لي رايك بقى، بس قولي الحق. يعني المكان حلو، شارح يونس، واليهالي اليهالي حلوهم، ودي اقرب بخديداتهم. بس ما ادري ما ادري هاله. يعني ما ادري ايش اقول لك، اخر عمري انا اصير مديره حضانه. مالها مديره الحضانه؟ شغلانه شريفه ومحترمه. وبتساعد الاهالي على تربيه ولادهم، في احسن من كده؟ بس ما ادري يا ربي، يعني احس برستيجي يعني ما يسمح. برستيجي يا اميره،
اولا الكلمه دي ملهاش اي معنى. برستيش البني ادم ومكانته في اخلاقه في انجازاته. يا اميره الوظيفه دي كويسه وانتي محتاجاها جدا. ما ادري هلا ما ادري ما ادري ما ادري ايش اقول لك، متردده بصراحه. طب تعالي شوفي. شوفي المنظر الجميل ده هتشوفيه كل يوم الصبح. هتتعاملي مع اطيب ناس واطهر قلب، لا بيعرفوا يجاملوا ولا ينافقوا، هيحبوكي من غير ما يسالوا انت مين وبنت مين. لا كراهيه كبرت ولا غرور اتولد. صدقيني يا اميره هتتبسطي جدا. كل يوم هتتصبحي بالوشوش الجميله دي احسن الف مره من الكبار. ايه والله وانتي صادقه. ماما ماما وانا وانا حالات. ايه والله صدقتي. منو فيهم بيسالني؟ حد بيخوزرني من فوق لتحت يشوفني ايش لابسه، ولا حد بيسالني بيقول لي ليش عبد الله سوى فيكم كذي منحاش. صدقتي كل ده بقى وفوقي راتب ولا احلى 250 دينار. نعم 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 250 دينار شو تسوي لي؟ اصب فيها بنزين واقعد اطر انا وعيالي اخر الشهر؟ اهمدي يا امير انا لسه ما كملتش كلام. الراتب يا حبيبتي مع دعم العمالة الاثنين مع بعض هيعملوا حوالي 700-800 دينار في الشهر. وحتى لو 700-800 دينار شوية هم، أنا أول بالشهر. آسفة آسفة خلاص الحمد لله. خلاص الحمد لله على كل حال. موافقة. عين العقل. مبروك الوظيفة يا ستي. الله يبارك فيك. يلا بينا. يلا. المحامي يقول ناطر شركة الاتصالات يشوفون الرقم اللي دقت منه بنتي من أي دولة من أي مكان عشان أعرف وين مكانهم. يا معود زين، شيء أحسن من لا شيء. الله شوف أنت كنت وين والحين صرت وين. الحين ما شاء الله بنتك الله يحفظها اتصلت فيك وطمنتك عليهم وعطتك الخيط اللي وصلك لهم. إن شاء الله خير. أنا متفائل هالمرة، حاسس اللي صار هذا كله من صالحي علشان أعدل من نفسي وأصير أحسن، كل شيء بيرجع مثل قبل. إيه أنت شيء صح والله، قول الخيرة فيما اختاره الله والله بيوفقك إن شاء الله. بلات ومرتهم لك إن شاء الله. الله يسمع منك إن شاء الله. ألو هلا أستاذ ناصر. بشر. معقولة منين جبت هالحكي هذا؟ إي بس هي ما تعرف أحد هناك. إن شاء الله. أنت متأكد من الكلام؟ حاضر إن شاء الله في أمان الله. بشر هذا المحامي؟ إيه المحامي. زين إيش قال؟ لقى شيء على الرقم؟ المكالمة اللي جاتني من بلجيكا، يعني خط بلجيكي بدون اسم، من الأرقام هذول ينشرون بالبقالات اللي ما فيهم بيانات. شلون بلجيكا؟ مريوم عندها أحد هناك؟ أبوها أخوها؟ لا ما تعرف أحد ببلجيكا ولا عمرها شافتها. شلون دشوا أوروبا؟ أنت مسوي حق البنات فيزا. مريم بنتي تحب شخصية فروزن، وميرا صار لها سنتين تحن تبي تشوف الحورية. عاد أنا سويت لهم فيز وجهزت جوازاتهم، قلت إذا جا الصيف أوديهم فرنسا. سخ صار اللي صار. عدنان تعال يبا وين رايح؟ خلى حمد خلى شويه، خليه يطلع يرتاح ويرجع. الله يلوم اللي يلومه، ما مداي يستانس اندقر.